أهلا بكم إلى فضاء حر. 28 عاما على تأسيس حزب الإصلاح، ولا تزال مواقف هذا الحزب والموقف منه أيضا يثيران الكثير من النقاش في الوسط السياسي والشعبي. يرى البعض أن الإصلاح لم يستطع تخطي ظروف نشأته كحزب ديني رديف لقوى السلطة، ولا يزال حتى اللحظة يمثل تجمع لمصالح هذه القوى، فيما يرد أنصار الإصلاح بأن حزبهم بات يمثل أكبر شريحة مسيسة داخل البلاد تنهض بأدوار وطنية لا تقارن مع أدوار أحزاب أخرى، وأن قوى النفوذ القبلي والديني لم تعد هي المحرك الرئيس لمواقف حزبهم. استطاع الحزب خلال مسيرته عبور الكثير من التحولات التي أثرت بشكل لافت على أدبياته وأدائه السياسي، وتبقى تجربتا اللقاء المشترك وثورة فبراير والتي كان الإصلاح فاعلا أساسيا فيهما أبرز محطتين في عمل هذا الحزب، من حيث إسهامهما في نقل العمل الوطني عموما إلى مراحل متقدمة وفي تطوير آليات عمل الحزب على وجه الخصوص، حتى أنه يمكن اعتبار ما يتعرض له الحزب من بعض القوى في هذه اللحظة نتيجة لدوره الفاعل خلال هاتين المرحلتين. كيف أثرت كل هذه المحطات على الإصلاح؟ وكيف تتعامل بقية القوى السياسية مع هذا الحزب؟ وما الذي تحتاجه العملية السياسية من الإصلاح كونه الحزب الأكبر في البلاد في هذه اللحظة من أجل مواجهة أثار موت السياسة وسيطرة الميليشيات التي أطلقها انقلاب جماعة الحوثي وحلفائه في المؤتمر؟ هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها في هذه الحلقة من فضاء حر مع الكاتب والباحث نبيل البكيري من الصنبول، ومن تعز الكاتب الصحفي أحمد شوقي. بداية أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معكما بالسؤال المشترك تحديدا مع أستاذ أحمد شوقي. إلى أين يتجه حزب الإصلاح بعد 28 عاما على تأسيسه؟ إلى كل خير إن شاء الله. طبعا في البداية أود تقديم التهاني والتبريكات للإخوة والأصدقاء والأحباء في التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى 28 لتأسيس الحزب، والتي كانت في 13 سبتمبر عام 1990. وثانيا أعتقد أن الإصلاح يعني كحزب سياسي، وخصوصا هو ضمن ما يطلق عليه أحزاب الإسلام السياسي، قد خطى خطوات مهمة ومؤثرة في الحياة والتجربة السياسية الخاصة به أو التي تخص البلاد، يعني الوطن اليمني ككل. وبالتالي أعتقد أن المحكات التي نمر فيها كيمنيين هي تساهم في ترقية الأداء السياسي لنا كأحزاب أو قوى سياسية أو حتى كأفراد أو كشرائح اجتماعية لها مصالح ولديها تناقضاتها واختلافاتها البينية أو مع الاختلافات الرئيسية مع يعني القوى الأخرى الخارجية. وبالتالي أعتقد أن الإصلاح هو الآن حاليا أحد أهم القوى السياسية الفاعلة على الساحة اليمنية، وأعتقد أنه برغم كل القصور الذي نراه من القوى السياسية اليمنية وكل المشاكل التي نراها وضلوعه أحيانا في بعض هذه القصص أو تلك، أعتقد أنه سيتطور أكثر فأكثر، وما الأزمات سوى أنها يعني ضغوط وتجارب تراكم الخبرة لدى الفرد أو لدى الكيانات أو لدى المؤسسات. طيب دعني أنتقل بهذا السؤال المشترك إلى السيد نبيل البكيري الباحث والكاتب من اسطنبول. أستاذ نبيل أهلا بك مجددا، إلى أين يتجه حزب الإصلاح بعد 28 عام على التأسيس؟ لا شك أن مسيرة 28 عاما من العمل السياسي لحزب نشأ في بيئة غير قابلة للعمل السياسي أصلا، وأرضية سياسية ملغومة بكثير من الإشكاليات السياسية والمذهبية والطائفية. لا شك أن مسيرة حزب طوال هذه الفترة ونضاله السلمي اعترح الكثير من النجاحات والإخفاقات، وكان طوال هذه الفترة رائدا في العمل السياسي بغض النظر أو رغم كل هذه العقبات ورغم كل الإشكاليات التي تعتري واقع العمل السياسي في اليمن. تجربة الإصلاح حتى الآن نستطيع كمراقبين أن نقول أنها تعاطت كتجربة ناشئة وقدمت الكثير من المحطات، أو في كثير من المحطات قدم الكثير من آليات العمل السياسي المنفتحة على
أو المتطورة بشكل ديناميكي وبشكل مستمر، مما أضفى على الحياة السياسية في اليمن نوع من الديناميكية والحضور الفاعل والمؤثر. ورغم أن هناك محطات أيضا كانت تعيق مسيرة أي عمل سياسي بغض النظر عن آلياته وأهدافه، إلا أنه كان هناك إعاقات كبيرة استطاع الإصلاح كحزب يعد امتدادا لتيار الحركة الإسلامية، استطاع أن ينتقل بكثير من هذه المحطات وكثير من المحددات التي كانت مرسومة، وأن يطورها باستمرار حتى وصل إلى هذه الصيغة السياسية المدنية التي نراها، رغم أيضا هذه اللحظة التي تمثل أكبر عائق في العمل السياسي، وهي عملية انهيار الدولة وانهيار النظام وانهيار الجمهورية التي ناضل اليمنيون طويلة من أجلها. طيب، يقول البعض في هذه الأوقات أنه على الرغم من ضخامة والدور أيضا الكبير الذي يقوم فيه الحزب على كافة الأصعدة، يبدو وكأنه مشدود إلى لحظة التأسيس، بعبارة أخرى أنه لم يتخلص بعد من روح الجماعة الدينية فيه. هل تتفق مع ذلك؟ أنا لا أتفق على الإطلاق مع مثل هذا الطرح، بالنظر إلى أنه المتابع لمسيرة الإصلاح، دعني أقول لك أنه كان أول شعار أطلق أو رفعه الإصلاح في أولى انتخابات برلمانية في عام 1993 كان يمنا نبنيه وشرعا نعليه وعلمانيا نرفضها، وكان شعار تجمع علمي الإصلاح في آخر انتخابات 2006 الرئاسية، كان شعار تجمع الإصلاح حينها نضالنا السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات. فالفرق البول الشاسع بين شعارين ينبئان كثيرا عن مدى التطور الكبير في الذهنية السياسية وآلية العمل والكثير من التصورات والآليات التي لاحظناها على امتداد أكثر من عقدين من الزمان في مسيرة تطور هذا الفعل السياسي والحزبي الذي خاضه وعاشه تجمع علمي الإصلاح. طيب، إلى ما تعزو هذه التطورات؟ طبيعة وديناميكية العمل السياسي هو عمل يولد، أو الديمقراطي تحديدا هو عمل يولد أو يصحح أخطائه باستمرار. فأي سياسي، أي عمل ديمقراطي، أنت تعرض نفسك لجمهور ومتابعين وشعب يراقبك ويراقب أدائك، ومما يضطرك في كثير من المراحل وكثير من المحطات في إطار الإخفاقات التي تمر بها أو التي تواجه مسيرة عملك السياسي، أنت تضطر إلى تغيير كثير من هذه الآليات، فضلا عن أن طبيعة العمل السياسي هو عملية تصحيحية من قلب العمل أو نابع من قلب العمل السياسي ذاته. وبالتالي وخاصة حينما نلاحظ أن طبيعة وأدبية التجمع الإصلاح كامتداد الحركة الإسلامية، كان هناك كثير من الحقائق ومن الذهنيات الدينية الحاكمة لكثير من دعني أقول بكثير من توجهاته، رأيناها في كل المراحل كانت تختفي مثل هذه الآليات الفقهية الحاكمة لتنزل إلينا أو لنشاهد آلية جديدة للعمل السياسي، وهي تنبع من طبيعة الحياة السياسية، من طبيعة احتياجات الناس، ومن طبيعة أيضا برجماتية العمل السياسي وذهنية العمل السياسي الذي يتطور باستمرار بتطور أو بخوضه لمزيد من التجارب المتكررة والمتتالية. طيب، دعني أعود إلى الأستاذ شوقي. أستاذ شوقي، يعني في سياق الحديث عن حزب الإصلاح، هناك الكثيرون ممن يصرون على، يعني عند الحديث عن حزب الإصلاح يذكرون بأدوار الحزب السابقة كحليف مع نظام صالح، فترة امتدت منذ التأسيس إلى حوالي 7 سنوات تقريبا. لكن على الرغم من ذلك، حزب الإصلاح الآن يعني كان من أحد المساهمين في إسقاط نظام صالح في فترة لاحقة. لماذا هذه العودة دائما إلى بداية التأسيس وربما التحالف مع نظام صالح في لحظة من اللحظات؟ في الحقيقة أعتقد أن يعني هذا القسم من الجمهور لديه احتجاج حول عملية إسقاط الجزء غير المرضي عنه في نظام صالح. ما حدث في 2011 هو أننا ثرنا على نظام سياسي كامل، وكان يفترض أن يتم
إسقاط هذا النظام أو إحداث تغيير جذري في بنيته بحيث يستوعب أهداف وتطلعات الثورة. وما حدث للأسف هو أن جزء من النظام تم الاحتفاظ به بفشله، بفساده، بتقصيره، بضعف حس المسؤولية لديه، وقسم آخر تم إسقاطه. القسم الذي تم إسقاطه استطاع أن يعيد ويجدد تحالفاته مع مجموعات كهنوتية وثيوقراطية متطرفة ليعود للسيطرة على السلطة من جديد ويعمل على إسقاط الدولة، وها نحن ندفع الثمن، ثمن الأنصاف الخيارات. فأعتقد أن الدور الذي لعبه الإصلاح من خلال تحالفه مع نظام صالح، ونحن نتحدث الآن عن الإصلاح باعتباره ممثلا للحركة الإسلامية أو التيار الإسلامي المحسوب أو المنسوب لجماعة الإخوان المسلمين، هو يعني أطول من 7 سنوات، هو يمتد إلى يعني الستينات والسبعينات والثمانينات. كان هناك أدوار للحركة الإسلامية ثم انخرط في تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام في يعني عام 82، وكان خروج الإصلاح أو إعلان تأسيسه في عام 90 هو خروج من مظلة المؤتمر الشعبي العام لتشكيل تحالف جديد يعني يفرز ما بين مجموعة الإسلاميين في المؤتمر الشعبي العام والمجموعة الأقرب للعلمانية أو يعني لا أدري النسبة الليبرالية أو العلمانية داخل المؤتمر الشعبي العام. وبالتالي فنحن نتحدث أولا عن علاقة طويلة الأمد، وكان هناك صعوبة في التخلص من آثارها، ونحن إلى اليوم طبعا نشاهد أن الإصلاح يوما بعد آخر يجتهد في التخلص من آثار هذا الارتباط الذي تم خلال عقود طويلة. وكذلك أيضا نحن نلاحظ أن أنصاف الخيارات وأن محاولة يعني تغليب التكتيكات على الاستراتيجيات في العمل السياسي كان لها أثر سيء على الوضع العام في اليمن ككل، وندفع ثمن هذه التأثيرات وهذه الضغوط. وبالتالي يجب أن نتسامح مع هذه الموجة من النقد باعتبارها ساخطة ومتضررة من ما كان من هذه التحالفات وهذه الخيارات القاصرة لنقول. لكن ألم يكن يعني حزب الإصلاح هو القوى الفاعلة الأولى في سياق التخلص من نظام صالح في اللحظة الثورية في 2011 كأبرز اللحظات التي يعني واجه هذا النظام وأدت إلى ما أدت إليه الأمور اليوم في نهاية المطاف؟ بطبيعة الحال كان هناك دور كبير أيضا للتجمع اليمني للإصلاح في العمل الثوري، وكان له أيضا دور كبير جدا في إحباط العمل الثوري. فحينما نتحدث عن الضخامة أو الكبرى أو الفعل الرئيسي، نحن نتحدث في السياق الإيجابي ونتحدث في السياق السلبي. وبالتالي فإن الناس يتوقعون من الضخم ومن الكبير أن يقوم بالدور الأفضل والدور القدوة في السياق الإيجابي، وأن يوقف أي محاولات لأي أفعال أو أعمال أو فاعلية في السياق السلبي. لكن للأسف هناك إنجازات كبيرة، نعم صحيح، وهناك أخطاء كبيرة تمت، وبالتالي نتوقع أن يكون هناك نقد، ومن الطبيعي أن يكون هناك نقد، لأن الحزب بحجم التجمع اليمني للإصلاح حين يخطئ يصبح أثره كبيرا على المستوى الوطني. طيب أليس هناك من يقبل التسامح مع نظام صالح أو ما بقي من نظام صالح، لكنه لا يقبل في ذات الأمر التعاطي مع حزب الإصلاح أو التعاطي مع الجزء الباقي من حزب الإصلاح المتعلق بالنظام القديم؟ نعم، هناك طبعا من يتسامح مع نظام صالح وربما حتى يتحالف معه، وربما في الوقت الحالي أو في الوقت القادم، ولكن لا يتقبل الإصلاح، وطبعا كل طرف لديه أسبابه. أولا أود أن أشير إلى نقطة، أن هناك يعني حالة، نحن نتحدث عن الإصلاح طبعا كقيادة سياسية، ولا نتحدث عن الإصلاحيين يعني كجزء كبير وأصيل من الشعب اليمني. هناك حالة من الرهاب والارتياب الموجودة لدى بعض الأطراف القيادية والمؤثرة والفاعلة داخل التجمع اليمني للإصلاح من مختلف القوى الوطنية، الحلفاء والأعداء على حد سواء. وهناك أيضا حالة ارتياب وحالة رهاب كبيرة موجودة لدى بعض القوى الموجودة في الساحة اليمنية، ونتحدث مثلا في الجنوب من التجمع اليمني للإصلاح على الأخص. طبعا هذا ناتج، لو ركزنا قليلا، أن هذا ناتج صراعات قادمة أو عفوا صراعات سابقة، كان هناك دور معين أصبح هذا الدور في الوقت الحالي يشكل لهذه المجموعات خطرا أو رهبة معينة. مثلا الفتوى الدينية كانت في 94 شكلت أساس تشريعي وأساس عقائدي لخوض الحرب مثلا ضد الحزب الاشتراكي اليمني، ونحن لا نتكلم عن الحزب الاشتراكي اليمني بل نتكلم عن الأخوة في الجنوب. وتم تسويق أيضا من قبل الأطراف الأخرى وخصوم الإصلاح لهذه الفتوى باعتبارها الصك الأول والأخير للحرب.
أيضا كذلك ما زال إلى اليوم هناك بعض القيادات والقوى التنفيذية الدينية أو المشيخية أو القيادات النافذة التي تلعب دورا وتؤثر في القرار سواء داخل الإصلاح أو على مستوى الحكومة الشرعية. وهذه القيادة أيضا لها خصومات أو لها عداوات يعني غير مفهومة أحيانا مع بعض القوى في الداخل. يعني خطاب الكراهية طبعا هو خطاب يعني واسع على امتداد الجغرافيا اليمنية، والتحريض تقريبا الآن على الكل ومن الكل وباتجاه الكل. ولكن نحن يجب أن نقف أمام نقطة مهمة جدا، أن الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح بحكم أنهم الحزب الأكبر مثلا من حيث عدد الأعضاء ويعني نسبة الحضور الجماهيري على مستوى الجمهورية اليمنية، مسؤوليتهم في مجابهة خطاب الكراهية وبث خطاب الحب والتعاون والوئام وتغليب المصلحة الوطنية والاعتراف الكامل والحقيقي والفعلي بالشراكة الوطنية وبإشراك مختلف القوى الوطنية وعدم تجريف الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والدفاع مثلا عن الثورة والجمهورية بمصداقية وأمانة عالية جدا وإخلاص وطني عالي. هذه مسؤولية تصبح على الإصلاح أكبر بكثير من مختلف القوى بحكم أنه هو الأكبر والأكثر حضورا داخل أجهزة الدولة والأكثر حضورا أيضا في المجتمع اليمني. طيب وهذا ما ينقلني إلى التساؤل الذي أطرحه على الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، يعني في كثير من اللحظات يتصرف الحزب وكأنه يعني في لحظات النصر وكأنها لحظة مراكمة خاصة بقوته، هذا ما يجعل كثيرين من الشركاء ينفضون عنه في كثير من اللحظات بناء على ما يعتقدون أنه صفة استحواذية لدى هذا الحزب، هل تتفق مع ذلك؟ لا أتفق مع مثل هذا الطرح، بالعكس إشكالية الرهاب الذي يعاني منها القوى السياسية أو بعض الأطراف التي تجمع الإصلاح هي نابعة من مشاريع خارج إطار المشروع الوطني. يعني على سبيل المثال ما ذكر الأخ أحمد شوقي أحمد فيما يتعلق بالرهاب الحاصل في الحال الجنوبية مثلا بالأخص من ما يسمى التيار الانفصال، هذا الرهاب هو نابع من أن هذا المشروع الذي يحمله المشروع الانفصالي هو مشروع غير وطني، هو مشروع يستند إلى نوع من الكراهية النابعة من مخاضات مرحلة سابقة عدت مرحلة الفعل الوطني الذي نعيشه اليوم أيضا، فضلا عن تدخلات الإقليمية في تغذية مثل هذه الصراعات وامتداد جذور هذا الصراع لأطراف إقليمية ودولية. بالنسبة لي يعني الرهاب الحالي من الإصلاح، أنا باعتقادي ما يغذي هذا الرهاب هو نوع من استفادة حتى المشروع الإنقلابي. يعني مسألة فوبيا الإصلاح الموجودة لدى مثلا كل الأطراف التي تعاني أو تبخن من خطر الإصلاح أو من عداوة الإصلاحية تنبع من رؤية وطنية بقدر ما تنبع من رؤى سعوية طائفية أو مناطقية، وترى أن الإصلاح الممتد على امتداد الجغرافية اليمنية هو الضامن لبقاء مشروع وطني، أو بمعنى آخر هو الحد الحادث الأول والأخير لمثل هذه المشاريع الصغيرة التفتيتية للوطن سواء على المستوى المذهبي أو الطائفي أو المناطق أيضا. هذا الامتداد الجغرافي الوطني المنفتح على كل القوى على كل العابر المذهبيات والطائفيات والجغرافيات هو خطاب نابع من المصلحة الوطنية التي يجعل الإصلاح دائما في المقدمة ويجعله أيضا محط احترام الكثير من الجمهور العريض في الساحة اليمنية بغض النظر عن تصفيات سياسية وتصفيات لعب الأوراق السياسية التي تحملها بعض القوى السياسية في معركة تصفيات السياسات أمام صراعها مع ما تسميه بالاستحواذ على الدولة. أنا باعتقادي أن الحديث عن الاستحواذ على الدولة في وضعية نحن فقدنا الدولة وفقدنا الجمهورية وفقدنا كل شيء، أنا باعتقادي لا ينبع من مصلحة وطنية بقدر ما ينبع من مصلحة حزبية آنية تتلبس بعض القوى السياسية التي ترى اليوم أننا في وضع لا يؤهلنا في الحديث عن الاستحواذ على الوظيفة العامة. الوظيفة العامة اليوم لم يعد هناك وظيفة عامة، هذه الوظيفة اليوم وقعت ضحية للانقلاب في صنعاء أو ضحية أيضا للروح الكراهية والمناطقية التي زرعت في الجنوب من خلال تيار الانفصال والطرف المغذي له أقليميا. طيب بالعودة إليك أستاذ أحمد، يعني يعاب على حزب الإصلاح مسألة الصفة الاستحواذية في أدائه، لكن في المقابل يعني هناك من يطرح أنه أين هي الأحزاب في الأوقات التي يحتاج الوطن فيها لهذه الأحزاب؟ في نهاية المطاف لا تظهر الأحزاب الباقية إلا في لحظة الحديث عن المغانم، عن الوظائف، عن ما شابه من هذه الأمور، أليس كذلك؟
لا، في الحقيقة أن الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها ومختلف مشاكلها وعثراتها وإعاقاتها الذهنية والذاتية والموضوعية وغيرها، هي لديها يعني وجود على مستوى العمل السياسي الوطني أو على المستوى الشعبي لا يستهان به. على سبيل المثال، مثلا نحن لما حينما نتحدث عن مواجهة الانقلاب الحوثي، هناك الكثير من الكوادر الحزبية المحسوبة على الاشتراكي والناصري، ويعني حتى المؤتمر الشعبي العام والبعث كذلك، يعني حتى البعث لديه وجود أيضا وإن كان مثلا محدود. واجهت الانقلاب في عدد من المحافظات، مثلا في تعز وفي الجنوب وفي مأرب وفي مناطق مثلا هي الآن يعني جزء أكثرها محررة، كان لهم هناك أدوار أيضا كانت موجودة. الشيء الأهم من هذا أن الأحزاب السياسية اليمنية وبعد ما تعرضت له من ضربات قاسية جدا، سواء كانت يعني ابتداء بالتنظيم الناصري الذي ضرب ضربة قوية وقاهرة في عام 1978، أو الحزب الاشتراكي اليمني الذي تعرض أيضا لضربة قاسمة، بصرف النظر إذا كنا نتعاطف مع هذه الأحزاب أم لا، لكن نحن نتحدث عن مسألة الضربات التي تعرضت لها في خلال هذه الحروب والمحكات. مع ذلك هي أيضا هي تدير الخطاب السياسي وتعد مشروع الرؤية الوطنية دائما، وهي أضافت لخبرة الإصلاح الشيء الكثير، وما لا يمكننا أن نستهين به من الخبرة التي اكتسبها الإصلاح، هي بحكم علاقته وارتباطه بهذه القوى، وساعدت أيضا في حماية سمعته من النيل مثلا، سواء كان بعد احداث 11 سبتمبر، حيث كان تصنيف يعني اغلب القوى الاسلاميه كحركات ارهابيه، وبالتالي كان اللقاء المشترك هو حمايه لمنع اي ضربه قد توجه للتجمع اليمني للاصلاح، وهو احد الشركاء الرئيسيين والكبار في البلاد. وبالتالي الأحزاب هذه كان لها دور، مواقفها السياسية كانت مؤثرة، كان لديها خطاب سياسي، ولكن للأسف هناك مشكلة كما قلت لك بهذا الإرث القصف والضرب الذي تعرضت له هذه الأحزاب، أو كان مثلا في محاولة استعادة نشاطها على المستوى الميداني لكن لها وجود. وحينما نتحدث نحن عن بعض القضايا مثلا مثل قضية الرهاب، طبعا الرهاب هو رهاب متبادل بالتأكيد، لكن الإصلاح رهابه موجه ضد الجميع، ونحن نتحدث من واقع قصدي ما هو ملموس في على الأرض، لأن الصغير مهما كان لديه رهاب في النهاية هو صغير ولا يمكن أن يؤثر بشكل مضر، لكن الكبير حينما يكون لديه رهاب من الجميع، وخصوصا في لحظة يشعر فيها بالخوف أو بالحرج أو بالتهديد، بالتأكيد هذا سيؤثر على اللحمة الوطنية. وإذا كان يعني أستاذ شوقي الآن مثلا يحمل على حزب الإصلاح أنه يتواجد، أنه يعني يحسب خاصة في تعز يحسب الجيش على حزب الإصلاح، لماذا لا يتواجد أفراد من أحزاب أخرى في هذا الجيش حتى لا يحسب الجيش على حزب الإصلاح؟ ما المانع في هكذا مسائل؟ ومن قال أنهم لا يتواجدون؟ على فكرة هناك نسبة كبيرة من المقاتلين والأفراد والضباط في الجيش الوطني هم محسوبين على الأحزاب، وطبعا نحن نتحدث باعتبار أن نسبة الأحزاب السياسية يعني في مختلف دول العالم هي 10% من المجتمع كأقصى يعني نسبة مئوية، وبالتالي نحن نتحدث عن الجيش، إذن الجيش 90% 80% منه من كوادر أو من المواطنين العاديين من المستقلين. طيب من غيرهم، إذا كان الأمر كما تفضلت، لماذا دوما في سياق الحديث على الوضع في تعز يحسب الأمر وكأنه إشكالية مع حزب الإصلاح ولا يحسب الأمر على أنه إشكالية مع الجيش الوطني أو إشكالية الجيش الوطني مع متمردين في هذه المدينة والمحافظة؟ عفوا يا صديقي، إدارة الكيانات وإدارة المجموعات تتعلق بالمدير أو القائد أو الضابط أو اللواء أو من يمسك بزمام القيادة ويعني يتحكم بمصير هذه الوحدة أو هذه المجموعة أو هذا الكيان. وبالتالي حينما نحن نتحدث عن مشكلات من مثلا في اختطاف قرارات، مثلا قرارات مؤسسات سواء كانت عسكرية أو مدنية، فنحن نتحدث عن حضور وتأثير في مستوى قيادي معين في الجانب المالي مثلا، في الجانب القيادي أو جانب القرار، في جوانب مفصلية معينة، تواجد في هذه الأماكن والسيطرة لحساب مجموعة أو حزب أو تيار أيا كان في هذه المؤسسات طبعا يعيق عملها الوطني ويجعلها مؤسسة تابعة. يعني لا يمكن أن نقول أن 40,000 أو 50,000 جندي مثلا جميعهم من التجمع اليمني للإصلاح، أو حتى نصفهم أو حتى ثلثهم ربما، لكن نحن نتحدث عن أنه السيطرة تمت أو الاستحواذ تم في المواقع القيادية المفصلية داخل قوات الجيش والأمن، وبالتالي إذا ما تم مراعاة المصلحة الوطنية ومراعاة الكفاءة والنزاهة والاستقلالية للقيادات في المؤسسة العسكرية والمدنية مثلا، وتم تولية
آخرين سيتغير الحال بشكل جذري تماما، لأن المقاتلين مثلا اللواء عدد أفراده 2500 مقاتل، إذا وجد داخله 50 فرد فقط أو 50 قيادي داخل أو حتى 20 داخل هذا اللواء يسيطرون على قرار المعسكر 100%، إذا تغير هؤلاء القادة تغير قرار المعسكر وأسلوبه وقتاله ومعاركه 100%، وبالتالي نحن نتحدث عن مسألة السيطرة في المواقع القيادية، واعتبار أن هذه مواقع حساسة ويجب مراعاة النزاهة والاستقلالية للقيادات، وكذلك يجب أن تراعي المصلحة الوطنية حتى إذا وجد كوادر حزبيين والجانب الحزبي في المؤسسة العسكرية يعتبر محرم، لكن إذا وجد قيادات حزبية أو كوادر حزبيين في المؤسسة العسكرية في الوضع الراهن يجب أن يراعوا عنصر المصلحة العامة والاستقلالية، وألا يكون العمل على شكل لوبيهات أو مجموعات يعني شلل معينة تشتغل سواء لحسابات مناطقية أو قهوية أو قبلية أو حزبية أو أيا كانت العصبوية التي تعمل لحسابها. طيب انتقل إلى السؤال بسؤالي للأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، يعني خلال الأعوام القليلة الماضية لاحظنا توتر علاقة حزب الإصلاح مع بقية القوى السياسية، حتى يكاد يقال أن الإصلاح بات لا صديق له. هل يجب على الإصلاح القيام، ما هي الأشياء التي يجب على الإصلاح القيام بها لتصحيح هذه العلاقة وتوضيح الأمر للناس بشكل أو بآخر، إذا كانت المسألة ليست كذلك إيضاحه للناس، أو التعامل وفق استراتيجية جديدة إذن؟ بالعكس، نحن شاهدنا تجربة اللقاء المشترك التي قادها الإصلاح، تجمع الإصلاح كحامل رئيسي لهذه التجربة، هي تجربة ربما تعد الأولى على مستوى العالم العربي في إجماع أو تقديم تجربة سياسية متقدمة بين كل فرقاء العمل السياسي الأيديولوجيين والسياسيين وما إلى ذلك. أنا أعتقد هذه التجربة هي تنفي ادعاء أن الإصلاح كان يمتلك أو استحوذ أو يرى فوبيا في الآخرين. بالعكس، تجربة اللقاء المشترك تجربة تدرس اليوم في وصدرت فيها دراسات عليا في الماجستير والدكتوراه لطلاب غربيين أعرفهم شخصيا في هذا الصدد. وبالتالي انطباعية اللحظة لا ينبغي أن تسيطر علينا في الحديث على أن الإصلاح اليوم يمتلك أو لديه حساسية وإشكالية مع كل القوى السياسية. بالعكس، لكن نحن نتحدث عن الآن أستاذ نبيل، تجربة اللقاء المشترك كانت في فترة سابقة، الآن الأمر يختلف كثيرا. انطلاقا من هنا أنا أتحدث عن هذه اللحظة، هذه اللحظة لا يجب أن تحكم على الماضي بقدر ما يجب مناقشة هذه اللحظة من آلياتها اليوم أو من ذاتها اليوم. أنا باعتقادي ما يحصل من إشكاليات هي تنبع من إشكالية تصفية الحسابات السياسية على مستوى الخصومة. ما نراه مثلا على سبيل المثال، نحن نرى أنه الأحزاب السياسية اليوم التي موجودة في الحالة السياسية أو في المشهد السياسي الراهن لم يكن موقفها الحقيقي مكتملا فيما يتعلق بمسألة الانقلاب. نحن رأينا قيادات كبيرة من كل الأحزاب تعايشت مع الانقلاب بل تقاسمت ادوارا في هذه المرحله حتى لا نكون متحاملين. هناك قيادات في الناصري، قيادات في الاشتراكي ظلت على علاقه جيده مع الانقلاب، فيما اطراف ايضا اخرى ظلت على علاقه جيده او تحملت مسؤوليه كبيره في مواجهه الانقلاب. بالعكس، على من التجمع الاصلاح الذي لم ينشق او لم يسجل عليه اي فرد من افراده مؤيدا لهذا الانقلاب او متماهيا معه. انا باعتقادي هذه الاشكاليه ايضا، الجانب اخر ايضا انه مساله المعركه الوطنيه اليوم من اكبر الاخطاء التي تواجهها انه هناك تدخل اقليمي في الامر. هذا التدخل الاقليمي هو لتصفيه حسابات مع قوى ثوره فبراير مع العربي، والتي ترى ان الاسلاميين او بالاصح في الحاله اليمنيه تجمع الاصلاح طرف كبير وفاعل فيها، وبالتالي يجب ان يكون مستهدفا. ومن هنا رأت بعض هذه الأحزاب أنه ممكن أن تركب موجة القوى الإقليمية لتصفي حساباتها أو لتكون بديلا عن الإصلاح، توهما أنها ممكن أن تؤدي الغرض المطلوب منها من قبل، أو بمعنى آخر أن تتعاون مع هذه الأطراف الإقليمية لتستفيد من هذه الخصومة مع تيار الحركة الإسلامية أو تيار الإسلام السياسي. وبالتالي رأينا كيف انكشفت كثير من الخيوط في هذه المرحلة، وكل ذلك الكارثة الكبيرة أنه هذه التصفيات هي تأتي ضد المشروع الوطني وتقلم في أساسيات اللحظة وتؤخر سير الانتصار في الحالة اليمنية، لأنها تؤدي إلى توظيف الخصومة السياسية الدولية والإقليمية مع أطراف محلية
ينبغي أو وطنية ينبغي أن تضم صفوفها في إطار استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الراهن. طيب بالعودة إليك أستاذ أحمد، الإصلاح يبدو أنه يحمل ما لا يحتمل، يعني بداية كما تقول من عدم مقدرة الثورة على إلغاء كامل نظام صالح، أيضا بفشل الثورة على الوصول إلى أهدافها، سقوط البلاد بيد ميليشيات الحوثي، المعركة التي كانت يعني في سياق الدولة إلى حين وصول ميليشيات الحوثي إلى داخل صنعاء، عدم إنجاز معركة إسقاط الانقلاب في هذه الأوقات، عدم فعالية الحياة السياسية إلى آخره من يعني الاتهامات التي تساق إلى حزب الإصلاح، فيما يبدو أنه نحن لا نتحدث عن حالة يعني نقاش سياسي بل حالة عداء مع هذا الحزب، هل هذه حالة صحية؟ أعتقد أن حالة العداء مع التجمع اليمني للإصلاح أو أي حزب لديه امتدادات وجذور وطنية على مستوى الجغرافيا الوطنية أو اليمنية هو أمر خاطئ بالضرورة، أمر كارثي، أمر مهول، لأنه أعتقد أن هناك مشكلة موجودة لدى الأحزاب السياسية العربية بما فيها أحزاب الإسلام السياسي طبعا في الصدارة، أن هذه الأحزاب نشأت وفقا لنظريات ثورية تنتمي للقرن 19 ولا تنتمي للقرن 20 أو 21. هذه النظريات كانت تقوم في واقع معزول، واقع قائم على ثنائيتي الصح والخطأ ويعني لزوم ما يلزم ويعني الواجب والمرفوض، ويعني هذه الثنائيات التي تشكلت فيها وعي هذه المجموعات السياسية أو الأحزاب السياسية، وكما قلت لك في طليعتها جماعة الإسلام السياسي. أن يتم استقرار هذا الوعي وهذه المفاهيم إلى يعني نهاية القرن العشرين، هذا ناتج عن تخلف، والتخلف لا يبرر يعني بأي شكل من الأشكال. ونحن اليوم أعتقد أننا بحاجة إلى بدء يعني مشروع نظري ومشروع فكري حقيقي يعمل على مراجعة هذه الأدبية والأصول ومدى يعني وجود جذور لها أو أصول أو ارتباط لها بالمجتمع، سواء من حيث التأثر بهذه الأفكار من داخل المجتمع كعادات وتقاليد أو إرث مثلا فكري وثقافي، أو من حيث الأعضاء والعناصر والأفراد الذين ينتمون لهذه القوى ومدى أنهم ما زالوا مرتبطين بهذه الأفكار وهذه التحولات. أعتقد أن الإصلاح الآن يهاجم ويعادى من داخله بكل أسف من بعض يعني فئات قليلة، لكنها أيضا لديها أصوات راديكالية حول التحولات التي وصل إليها الحزب والتطور السياسي والفكري الذي يعمل عليه، وهذا يعني أن هناك مشكلات طبعا كبيرة جدا هي غير ملحوظة الآن بشكل بارز، لكنها ستظهر في قادم الأيام، أن هناك شعارات وهناك أفكار وهناك يعني معطيات فكرية وسياسية وساعدت في إحداث تطور في أذهان بعض القيادات الحزبية في التجمع اليمني للإصلاح، ولكن هذه الأفكار وهذه الأفكار التنويرية أو التطور لم يتحول إلى برنامج ومشروع فكري وسياسي وثقافي وتنظيمي لدى داخل الحزب. أيضا فيما يخص الأحزاب الأخرى، أعتقد أن هناك الأحزاب الأخرى، الأحزاب اليمنية بشكل عام هي تعاني من كساح فكري وحالة ارتباط غريب، نوستالجيا غريبة يعني وحنين إلى الماضي بشكل عجيب. اليوم يعني لن تستغرب، لن نصدق إذا توقعنا اليوم أن من يدعون أنهم مثلا يساريون أو ليبراليون أو تقدميون أو ديمقراطيون يوجد بينهم الكثير من الأشخاص الذين يؤمنون بالفكر الواحد والحزب الواحد والرؤية الواحدة حتى وإن أنكروا ذلك صباحا ومساء، والأمر بذاته أيضا يعني ينخلع على الإصلاح. فإذا المشكلة هنا مشكلة في الذهنية ومشكلة في البرامجية. اللقاء المشترك مثلا على سبيل المثال يعني استمر قرابة يعني 10 سنوات 11 سنة، ولم يستطع هذا اللقاء أو عفوا 15 سنة ولم يستطع هذا اللقاء المشترك أن يحول التفاعل السياسي بين القيادات في أحزاب اللقاء المشترك إلى تفاعل ما بين قواعد هذه الأحزاب، لم يستطع أن يخلق حالة انسجام
على الأقل في رؤيتنا للقضايا الرئيسية والقضايا الوطنية الكبرى. اللقاء المشترك للأسف وجد نفسه في لحظة غير قادر على أن يواكب التحولات الموجودة على الشارع مثلا في ثورة فبراير، بل أنه لم يستطع أن يواكب حاجة العصر التي كانت قبل فبراير والتي أدت لانفجار الوضع في فبراير 2011، وبالتالي التحق بالثورة التحاقا ولم يكن هو من فجرها ولم يكن هو حتى من صدرها، ولكن التحق بها ووجد نفسه بعد ذلك يعجز في إدارة الحكومة لأنه وافق على المحاصصة ووافق على يعني نصف حل طرح في 2011 و2012. كذلك الآن وجدنا أنفسنا في لحظة من اللحظات أن الحوثي يدخل صنعاء بذريعة أن الإصلاح هو من يتحكم في الأمور في حكومة الوفاق الوطني وأن هناك جرعة سعرية، وليس صحيحا ما التعميم هذا الذي طرح من قبل البعض أن القوى السياسية كانت جميعها متواطئة مع الحوثي. هذا الكلام ليس صحيحا على الإطلاق، هذا من ضمن حالة الرهاب ومن ضمن حالة الهجوم الواسع الذي تخوضه الملتي ميديا الحديثة على يعني بعض القوى السياسية، من قبل بعض الدوائر التي تستخدم الملتي ميديا على بعض القوى السياسية من أجل يعني التشهير بها وتشويه سمعتها. هناك طبعا هناك قيادات وهناك أشخاص في أحزاب كثيرة يعني التأموا مع الحوثي، ولكن هناك أيضا أحزاب لم يلتأم فيها قادتها مع الحوثي، بل بالعكس كان لهم مواقف أيضا قوية وصادقة. أيضا بعد ذلك انطلقنا لمواجهة الانقلاب، وجدنا أن هناك يعني ظهور وحضور في مواقع المواقع المفصلية كالمواقع مثلا الوحدات المالية ومش عارف إيش والكذا والوحدات الإدارية في الوقت الذي كانت المعركة يعني تستدعي فيه تضحية، وكذلك القوى الأخرى الآن لو كانت وجدت الفرصة ربما لقفزت أيضا نفس هذه القفزات، وبالتالي نحن بحاجة لصياغة مشروع وطني متكامل، صياغة تصور يعني وطني يجمع الجميع ونؤكد بصدق وأمانة نحن ضيعنا ما ضيعناه في بلادنا بسبب كثرة التحايل والتحذلق والفذلكة، وعلينا الآن أن نبدأ بمصداقية أن نؤمن. نحن نريد دولة مدنية، إذا دولة مدنية لا فصال في هذا الكلام. نحن نريد ديمقراطية، إذا ديمقراطية لا فصال في هذا الكلام. نحن نريد مثلا عدالة ومساواة، ونريد قضاء حاكم ويعني وصارم، نريد توافق سياسي، نريد شراكة، نريد يعني مدن ومناطق خالية من السلاح، نريد مجتمع غير مسلح. يجب أن نكون صارمين في هذه القناعات، ونبدأ بالأخوة في التجمع العلمي للإصلاح باعتبار أنهم القوة الأكبر والأكثر ديناميكية الآن يعني، وأيضا هم القدوة يفترض أن يكونوا القوى السياسية التي شاخت وهرمت ربما بعضها. يعني أنت تقول أستاذ شوقي، أنت قلت الآن هو الأخ الأكبر، بالتالي يعني يبدو يفهم من ذلك، وكثير من الإصلاحيين يقولون أنه الآن الحزب الأكبر. بهذه النقطة أعود إلى أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني عندما يقال أن حزب الإصلاح هو الحزب الأكبر في البلاد، خصوصا مع تشظي حزب المؤتمر كما نرى الآن بعدد من الفروع، كذلك توزع قوته، يعني هذا يضع الأمر كاهل على الإصلاح بشكل أكبر في عملية استعادة الدولة ومؤسساتها، لكن لا يبدو أن هناك تحرك يوازي هذه المسؤولية. كيف تفسر هذا الأمر؟ أستاذ نبيل، أستاذ نبيل، يبدو أن هناك خلل بالتواصل مع الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل بالعودة إليك أستاذ أحمد شوقي، خلال الأعوام الثلاثة الماضية كثيرون يلاحظون أن من القوى الحزبية وعناصرها ذهبوا باتجاه دعم ميليشيات مسلحة وأيضا مشاريع خارجية، كما يفهم منها أن هذه المسألة هي نكاية بحزب الإصلاح. ألا ترى أن هذه المسألة ستؤثر في نهاية المطاف على الدولة اليمنية أكثر مما ستؤثر على حزب الإصلاح كخصم سياسي؟ أولا أريد أن أناقش هذه المسألة من عدة وجهات. الوجهة الأولى هو أن ما حدث من 2011 وحتى 2014 كانت جملة من المشاكل والكوارث المتسلسلة التي ارتكبت في حق البلد، سواء من قبل النخبة السياسية أو من قبل أيضا حكومة الوفاق الوطني، وهذه حقائق ينبغي عدم المزايدة عليها. هذه الكوارث والأخطاء التي ارتكبت وعدم وجود استراتيجية ويعني مثلا مشروع سياسة عامة مناسب وجيد ويستوعب التحديات ورؤية واقعية لما يدور على الأرض، ساهم في إيجاد خطاب
مثلا متذمر من بعض القوى العصبوية والطائفية مثلا كجماعة الحوثي على سبيل المثال، يعني يحمل المسؤولية الكاملة لحكومة الوفاق، وحيث أن حكومة الوفاق هي مكونة من شقين، شق هو المؤتمر الشعبي العام وشق هو المشترك، حزب اللقاء المشترك. فطبعا بطبيعة الحال كان القوة الأبرز في اللقاء المشترك التي هي التجمع اليوم للإصلاح هي الخصم الأول لجماعة الحوثي. بقية الأطراف في داخل اللقاء المشترك تم توظيفهم أو العمل معهم باعتبارهم لتجميل الصورة أو يعني ديكور، وبالتالي كان هناك ضغط حتى على مستوى الانخراط في حكومة الوفاق الوطني. بالمناسبة يعني حينما رفضت يعني بعض القوى الانخراط في الحكومة أو القبول بالمبادرة، أو كان هناك ضغط من قبل الأخوة في التجمع العام للإصلاح من أجل هذا الكلام تحت فكرة الإجماع الوطني. وبالتالي بعض هذه القوى أو قيادات حزبية في هذه القوى وجدت في صعود الحوثي فرصة لإعلان التنمر مثلا على التجمع اليمني للإصلاح، لكونه مثلا يعني فرض عليهم خلال 3 أو 4 سنوات أن يمشوا بشكل معين من الأمر بذلك ليسوا مقتنعين به. يعني نحن نشاهد أثر ذلك الأمر علينا الآن. طبعا هذا 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 له نتائج كارثية، لكن أنا سأكمل قليلا فقط. ما حدث أيضا في نفس الوقت أن هناك حملة تخوين تم شنها على بعض القوى السياسية بشكل غير صحيح وغير محق، ووفقا لاستراتيجية التشويه والادعاء الكاذب تمت أيضا ساعدت في أنه أيضا هذه القوى تجد أن حملة التخوين من قبل من؟ سواء كان كخصم أو كصديق هو نعم. حملة التخوين هذه من قبل من شنت؟ مثلا من قبل ناشطين او مثلا يعني وسائل اعلاميه او حتى متحدثين يعني في وسائل الاعلام او غيرها او محسوبين. تقصد يتبعون حزب الاصلاح ام لا؟ ليست رسميه بكل تاكيد. نعم يعني تقصد يتبعون او يؤيدون حزب الاصلاح؟ نعم نعم نعم. وبالتالي انا اقصد ان يعني مثل هذه الامور يعني هناك اخطاء كبيره دفعت بالتاكيد، وكان يعني من الاولى وتحت مثلا فكره السياسه وبرغماتيتها ان نحاول ان نتعالى على مثل هذه المسائل، لان هناك بالفعل هناك احقاد وهناك قيادات سياسيه حقوده ولا تستطيع التشافي من هذه المشكله، لكن تاثيرها على المستوى الميداني يعني يكاد يكون صفر او واحد. وبالتالي هذه القوى السياسيه او القيادات السياسيه لا تشكل اي تحدي في مشروع استعاده الدوله، خصوصا واننا المشروع الذي نخوضه الان مشروع فيه الجانب العسكري وفيه الجانب الاعلامي وفيه ولدينا ادواتنا مثلا لمواجهه المشروع الانقلابي، وبالتالي ما الداعي لاستعاده هذه الخلافات سوى انها تعزز فكره ان هناك استهداف قادم، هناك محاوله مثلا للسيطره على الدوله من اجل ضرب هذه القوه او تلك، طيب هناك مشاكل مثلا مع الخارج او هناك يعني شعور بالاستهداف من قبل الخارج، لماذا يتم الهجوم غير الصحيح غير المبرر غير المستند الى ادله حقيقيه وتخوين اطراف محليه بالتبعيه للخارج وهي ليست تابعه للخارج طيب. على الاطلاق ويعني والصراعات معها. يعني اذا كل هذه نعم. النقاط وكما كنت سالت الاستاذ نبيل، يعني القول بأن حزب الإصلاح هو الحزب الأكبر في البلاد يعني أن المسؤولية الأكبر تقع على كاهله، ولا يبدو أن هناك جهود توازي هذه المسؤولية على أرض الواقع. كيف تفسر هذا الأمر أستاذ نبيل؟ أستاذ نبيل فقدنا الاتصال مرة أخرى. نعم. طيب نعم تسمعني. طيب إذا المسؤولية يعني إذا الحديث على أن حزب الإصلاح هو الحزب الأكبر في البلاد، هذا الأمر يعطي مسؤولية أكبر على كاهلة في مسألة تفعيل الحياة السياسية وكذلك المضي باليمن إلى وضع أفضل مما هي عليه الآن، لكن كما يبدو ليس هناك فعل يجاري أو يوازي هذه المسؤولية، كيف تفسر هذا الأمر؟ بالعكس، أنا باعتقادي وجود الإصلاح حتى الآن هو آخر ما تبقى من صورة العمل السياسي والدولة في هذه المرحلة. أنا باعتقادي أنه الانهيارات التي لحقت الحياة السياسية بعد انهيار الدولة لم يبقى لنا منها إلا صورة التجمع العلماني للإصلاح الحاضر سياسيا وثقافيا وفكريا وأيضا حتى نضاليا. يعني نحن نرى الكثير من التضحيات التي تقدم من قبل أفراد التجمع العلماني للإصلاح، ومقابل هذا يستكثرون عليهم حتى التضحيات. يعني بعض القوى السياسية تزايد في مسألة أنه حالة الجيش اليوم الموجود أنه جيش محسوب على التجمع العلماني للإصلاح. أنا باعتقادي مثل هذه المزايدات هي يجب أن تقرأ هذه اللحظة أولا وتقول أن هذا النضال هو ليس حكرا على التجمع العلماني للإصلاح، بإمكان كل القوى السياسية أن تنزل الميدان وتناضل
ولا يمكن الحديث اليوم عن معايير معينة لشكل ولون المقاتل في الأرض يعني ونحدد له هوية حزبية أو بطاقة حزبية. يعني هذا نوع من التسطيح أو نوع من الهزلية السياسية اللي نعيشها اليوم. الميدان موجود هناك وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم، لا ينتظروا الحزب الأكبر أن يقوم بهذا الجهد. هو موجود في الميدان والناضل وعلى القوى السياسية التي انقسمت بين طرفي السلطة أو بين طرفي اللحظة شرعية وانقلاب، عليها أن تعيد حساباتها وتدعم خيار استعادة الدولة، لأنه خيار المناكفة السياسية التي شهدناها قبل الانقلاب هي التي أوصلتنا لهذه المرحلة، وتكرار نفس السيناريو ونفس الأخطاء أنا باعتقادي ستكون كارثية أكثر، ولا يمكن أن نتنبأ باستعادة الدولة وسعادة الجمهورية في إطار وجود مثل هذه المناكفات والمحكات السياسية في هذه المرحلة. الكاتب والباحث نبيل البكيري كنت معنا بالهاتف من اسطنبول، شكرا لك، كما وشكر موصول لك أستاذ أحمد شوقي الكاتب الصحفي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.